شفت واحد محجبة هنا في تيك توك كتهضر في حنان الله يرحمها والصديقة ديالها، يعني ظلمهم وكتهضر فيهم شي هضرة ما صالحاش ما نقدرش نقولها. وتاني كاين واحد العربية تاني كاين دخلت وقالت لك كانوا يمشيو وينعسوا في الضرا ويديو معاه الشراب وينعسوا تما. انت كنتي معاهم؟ اول حنان كانت عندها الدار هي والصديقه ديالها، حنان الله يرحمها انا كنت نداويها، كان عندها الجن العاشق السحر الاسود اركبها عليها الجن العاشق، كنت نقول لها كل شيء من هنايا وهو عندي الوسط ديالها، كل شيء كنت نقوله لها وكانت هي كدير الدواء وبقات تحسن. حنان كان عندها الخطيب ديالها، سمعي المحجبة اللي قلتي كيخدموا في الدعارة، حنان كان عندها الخطيب ديالها بزنس ولكن سرقها كاع فلوسها الدهالة. حنان تعذبت في الدنيا، انا عرفتها غير من كانت تابعني ومن عطيتها الواتساب في انستغرام، لان قالت لي غير تعطيني التليفون ولا غادي ننتحر، ما قدتش تزيد في الدنيا بالجن العاشق، يعني ظلموها وسحروا لها غير العائلة ديالها، وكتخدم على عائلة. وراه دخلت عندي واحد السيدة خدمت معاها من الطاليان في الفلاحة، أما اللي عارفين الحقيقة غير الحكومة وبنات ميلانو اللي ساكنين في ميلانو. تكلمت أنا مع دريات اللي كيتابعوني في ميلانو، تا هما ما عارفينش الحقيقة، قالوا لي خويا إبراهيم حنان سلفت للبزنس فلوس وضربها في الفلوس وكان يعطيها السحر وكلش وعذبها في الدنيا. اللحم ديالي تشوى كل يوم النهار كامل، علاش ما طلعتش عندكم وما تكلمتش معاكم؟ حنان قبل ما تموت هذه ان ما بغيتش نخلص عليها كنت نداويها، هذه سلسله صيفطتها دار بسميه صوفيا، صيفطتها البنت ديالي وتكلمت مع البنت ديالي. اليوم كي قلتها للبنت ديالي كنت بلا عليها، قالت لي علاش راك تبكي؟ كي قلتها للبنت ديالي بكات الدم. هذه صيفطتها حنان اللي كتهضروا عليها، راه بنت الناس كان عندكم خواتاتكم عندكم امهاتكم، كلشي راه عندي هنايا يا عباد الله، كلشي راه عندي هنايا. راني قلتها لواحد بنت من الميريا كلشي راه عندي هنا، ها بحال اختي عرفتها غير هنايا في الواتساب فاش كنت نداويها، كنت نعطي لها من لهنا.